بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، أحمد إليكم الله تبارك وتعالى الذي بنعمه تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستدنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد، فأبدأ رسائلكم لهذه الحلقة من حلقات برنامجكم هدي الإسلام برسالة من طالب علم. طالب العلم يسأل عدة أسئلة، يقول: هل يجوز أن يتبرع مسيحي بدمه للمسلم المريض، أو العكس، يتبرع المسلم للمسيحي؟ إذا كان الجواب بلا، فكيف الحال بالمخزون الدموي في بنك الدم الذي تختلط فيه دماء غير المسلمين على اختلاف دياناتهم وهوياتهم الدينية، ومن ثم ينقل للمرضى المسلمين؟ هذا هو السؤال الأول. أنا أقول إنه لا حرج على المسلم أن يقبل الدم من غير المسلم، لأن الدم لا يتدين بديانة صاحبه. هذه الأشياء هي كلها مسبحة لله. الدم حتى في عروق الكافر يسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو الدم لا ليس كافرا، إذا كان هو كافر فدمه ليس بكافر، فلا مانع أن نأخذ منه الدم، ولا حرج يعني أيضا، كما لا حرج على المسلم أن يتبرع بدمه لغير المسلم. وهنا أيضا سؤال: أنه تصدق رجل مسلم على إنسان رأوه فقيرا ضعيفا ثم تبين له أنه غير مسلم، فهل يؤجر على صدقته هذه؟ نعم يؤجر الصدقة حتى على الحيوان الأعجم، في كل كبد رطبة أجر، مدام هذا غير المسلم، غير محارب للمسلمين وغير معادي لهم، فالصدقة عليه مأجور عليها. كان بعض المسلمين في عصر النبوة لهم أقارب من المشركين، وكانوا ينفقون ويتصدقون عليهم، ثم تحرجوا إنهم رغم هذا لم يهتدوا إلى الإسلام، ننفق عليهم وهم لا زالوا كفار. فنزل قول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فإن النفقة وصل إليك خيرها وثوابها، ولكن ليس عليك هدى. الهدى هدى الله عز وجل. فالإنسان يقدر، والقرآن يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير كان من المشركين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيجوز للمسلم أن يتبرع لغير المسلم بدمه، ويجوز أن يتصدق عليه إذا رآه فقيرا وهو مأجور، حتى
جاء عن سيدنا عمر بن عبد العزيز وعن الإمام أبي حنيفة وعن عدد من السلف أنهم كانوا يعطون من صدقة الفطر لرهبان النصارى. الرهبان في الأديرة عندهم كانوا يريدونهم فقراء ودخولهم محدودة، فكانوا يتصدقون عليهم، ومن ضمن الصدقة يعطون لهم بعض صدقة الفطر. فلذلك لا حرج على المسلم أن يتبرع لغير المسلم، ولا على المسلم أن يأخذ دم غير المسلم. وكثير من الأحيان تأتينا هذه الدماء من الخارج، وإن كان الآن الأولى أنه الأفضل أن نأخذ الدماء من بلادنا، لأنه نخشى أن يكون هذه الدماء قد لوثت عن طريق الإيدز أو غيرها أو شيء زي كده، فالأولى أن تكون دماؤنا من عندنا. السؤال الثاني يقول: إذا غير أحد الزوجين أو كلاهما اسميهما اللذين عقد العقد بهما وعليهما عقد النكاح بينهما في أول حياتهما الزوجية، هل يجب إعادة أو تجديد العقد من جديد بذكر الأسماء الجديدة؟ لا، لا يجب هذا، يعني ما إلا أن هو الزواج تم وخلاص وانتهى، إنما يعني يجب أن يتم هذا بطريق رسمي حتى يترتب عليه الآثار المعينة عن الإنسان إذا غير اسمه. له إجراءات معينة، هذه بتتبع هذه الإجراءات في وزارة الصحة، في وزارة الداخلية، في الجوازات، في الهجرة، في الأشياء، لأنه حيترتب عليها إجراءات أخرى، فيجب يفعل ما هو من شأنه حتى لا تضيع الحقوق. والسؤال الثالث الأخ يقول: لا شك أن العلم يتقدم والأبحاث والدراسات مستمرة، ولا نعلم من الغد علمنا من الحاضر، ولكن لو أمكن في المستقبل زرع قضيب رجل متوفى لرجل آخر بدل من قضيبه المصاب بعلة ما، هل يبقى عقد النكاح أي نكاح الرجل الأول الرجل الآخر مع زوجته كما هو، أو أنه يلزم عقد نكاح جديد نظرا لاستبدال القضيب بقضيب رجل غريب؟ يعني أولا يعني هناك بعض العلماء لا يجيزون يعني استخدم العضو التناسلي من رجل أو امرأة من إنسان لآخر، يقولون يجوز نقل الأعضاء إلا هذه العورات المغلظة، يعني البعض يجوز، ولكن أنا شخصيا لا أرى مانعا. الممنوع هو خصية الرجل ومبيض المبيض بتاع المرأة، لأن هذه تحمل الخصائص الوراثية المورثات، فهذه اللي بتحمل الجينات الوراثية لا يجوز نقلها من شخص لآخر. أما القضيب فهو عضو من الأعضاء لا يغير الشخص، يظل هو الشخص ما دام هو بكيانه، هو نقل كلية إليه أو كبد أو القلب، حتى لو نقلنا من قلب إلى قلب آخر أو هذا لا يغير من الشخص. الشيء اللي ممكن يغير الخصية أو المخ، أما هذا فأنا لا أرى منه مانع، ولا يحتاج لتغيير عقده، هو نفسه إذا كان عبد السميع ولا عبد البصير ولا إسماعيل ولا فلان ولا علان، هو ما حصلش فيه حاجة، فلا يحتاج لتغيير كذا، وأرى إنه هذا لا مانع منه إذا وصل العلم إليه، إن كان يعني العلماء من منعوا هذا. ومن الأخت سين راء ميم تقول: ما هي مكونات الزي الشرعي الصحيح الذي يجب أن تلتزم به كل فتاة مسلمة؟ الزي الشرعي الصحيح تلتزم فيها فتاة مسلمة إنها تلبس ما يغطي الجسم كله ما عدا الوجهين والكفين، حتى هناك مذهب يقول القدمين ليس بعورة،
أما الوجه ففيه خلاف، وجمهور الفقهاء على إن الوجه ليس بعورة والكفين ليس بعورة. فالمطلوب إحنا إذا وصلنا إلى أن المسلمة تغطي جسمها ما عدا وجهها، فنكون انتصرنا في هذه المعركة التي نخسر فيها كثيرا. فإنها تغطي جسمها ما عدا الوجه والكفين، تغطيه بما لا يشف ولا يصف، يعني لا تلبس ثياب شفافة ولا وصافة. شفافة تشف رقيقة فتكشف ما وراءها، مثل ثوب الرياء كما يقول الشاعر: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. فهذه الكاسيات العاريات هؤلاء، ومثل الثياب الوصافة، وصافة اللي بتحدد المفاتن، واحدة تظهر كده ويظهر ثدياها ويظهر خصرها وتظهر الأرداف وتظهر يعني كما هي الموضة. الثياب الغربية للأسف، ثياب الحضارة الغربية، ليس المقصود منها ستر العورة بل تجسيد المفاتن، كشف العورة مش ستر العورة. كل ما يجسد محاسن المرأة يظهر، بعضه مكشوف تماما لكشف صدرها ولكشف يعني طبعا عنقها وكشف رأسها وكشف ذراعيها وكشف ساقيها، وحتى الباقي المغطى هو غير مغطى. لا، لابد أن يكون أن تستر هذا بما لا يصف، بما لا يشف ولا يصف، وألا تلبس ما يلبس الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة وأن تلبس المرأة لبسة الرجل، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يعني كما نهى أن تلبس ما تلبسه الكافرة، يعني إذا كانت كافرة لها لبس معين معروف أن هذا ليس لباس المسلمات ولكن لباس الكافرات، فلا تتشبه بها. فهذا هو المكونات زي الشرعي. وبعدين تقول: هل يجوز يعني رفع الحجاب عن زوج العمة وزوج الخالة وزوج الأخت وخال الأم؟ لا يجوز رفع الحجاب عن زوج العمة لأنه ليس بمحرم، وزوج الخالة ليس بمحرم. يجوز أن زوج خالتها يتزوجها بس بعد موت خالتها وبعد طلاقها، وكذلك زوج عمتها وكذلك زوج أختها، الممنوع أن يجمع بينهما. إنما لو طلقت الأخت يجوز الواحد، وكثير ما يحدث الواحد يطلق المرأة يتزوج أختها يعني، وإنما خال الأم هذا محرم، فيجوز أنها يعني ترفع يعني حجابها أو نقابها أو كذا مع خال الأم. هل يجوز أن ترتدي الفتاة النقاب رغما عنها؟ لا، يعني النقاب فيه خلاف، يعني لأنه كما قلت جمهور العلماء يوجب الحجاب اللي هو يعني الخمار. الحجاب، كلمة الحجاب الآن يعني معناها الخمار الذي يغطي الرأس والرقبة، فهذا واجب. ولكن حتى يعني المفروض الزوج أو الأخ أو الأب أو ولي الأمر يأخذ الفتاة بالرفق، يقنعها حتى تلبس هذا الشيء وهي راضية، وحتى يكون لها ثواب. إنما لو أجبرت عليه ما يبقاش لها ثواب، وممكن لما تروح في حتة لوحدها تخلعه. لا، احنا عايزين نقنعها بهذا ونقول لها ده فرض فرضه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله، وأجمعت عليه الأمة 14 قرنا: ولا تقلد الكافرات ولا تقلد الفاسقات والمنحلات. فهذا هو الذي ينبغي أن نعلمه للمسلمة. ورسالة من المرسلة نون ألف تقول: فضيلة الشيخ، أبعث إليك برسالتي هذه بعد أن أكلني الندم على ذنب اقترفته منذ مدة ليست بطويلة، فأنا سيدة أبلغ من العمر حوالي 29 سنة متزوجة ولدي أطفال، أتمنى من الله أن يحفظهم لي ولا يحرمني منهم. أعلمك أيها الشيخ الجليل بأني المتوسطة بين أخواتي، والذنب الذي اقترفته حدث منذ ما يقارب 3 سنوات. جاءتني أختي التي تكبرني ب6 سنوات لتفاجئني بأنها حبلى
من شخص تحبه مع العلم أنها غير متزوجة. صعقت عندما سمعت منها هذا الخبر، ولكن مع هذا وخوفا من الفضيحة وخوفا على أمي المريضة وإخواني أخذتها وسافرت بها إلى بلد آخر، فأنا المتزوجة الوحيدة في أخواتي، والمسلوح مسموح لها أن تسافر مع أي أحد من أخواتها بمفردها أو بمفردهم. في البداية ظننت أنني ارتحت من هذا الهم، ولكن بعدما حدث ما حدث وأسقطنا هذا الجنين حدث شجار بيني وبين أختي نفسها، وللأسف شتمتني وقاطعتني منذ ذلك اليوم أحسست بالندم على ما اقترفت، فقد عرضت نفسي لأجلها وسافرت حتى دون موافقة زوجي تاركة الأطفال له. أنا الآن ندم الاشتراك في هذه الجريمة، مع العلم أنني وهذا الشخص أعطيناها كل الحلول، وهو لم ينكر جريمته وكان مستعدا أن يتزوجها، لكن بدون أي حفلات لأنه متزوج، وهي رفضت لأنها أرادت الدنيا والحفلات على حساب جنينها. ماذا أفعل لكي أكفر عن ذنبي؟ لا شك إنه الأخت اقترفت جريمة من الجرائم وهي الجناية على هذا الجنين، ولا ندري في أي وقت كانت هذه الأخت، لأن الجناية قبل 40 أخف من الجناية بعد 40، أما بعد 4 أشهر فهي جريمة قتل كاملة ولا تجوز بحال من الأحوال. فنرجو أن يكون قبل 40 تكون أخف. على كل حال يعني اشتركت في هذه الجريمة وكان عليها أن تجبر أختها على هذا الأمر، ما دام الرجل الذي ارتكب معها هذا كان مستعدا أن يتزوجها، وتهددها إذا ما قبلتيش سأقول لإخوانك وأمك، ويكون فيها يمكن مصيبة عليها وخطر على حياتها نفسها. كان عليها أن تفعل هذا، ولكنها اشتركت مع أختها في هذه الجريمة. ثم ماذا تفعل هذه الفتاة البكر وأرادت أن تتزوج الآن وعمرها فاق 40 كما تقول، يعني أو قارب 40، أنها 29.6 يعني 35 سنة، ماذا تفعل إذا أراد أن تتزوج وحينما يجدها زوجها غير بكر؟ المفروض إنها بكر وعذراء، ولكن هي بهذا الحمل قد زالت عذريتها وزالت بكارتها، إلا أن ترتكب جريمة أخرى أيضا فتروح لطبيب يعمل لها غشاء صناعي، غشاء بكارة صناعي، فتزاد جريمة على جريمة. على كل حال هذه الأخت التي ندمت الآن، وهي للأسف ندمت لأن أختها شتمتها وهزأتها، كان المفروض يكون ندمها هذا لله عز وجل مش من أجل هذا الأمر. على كل حال إذا كانت قد تنبهت وصح ضميرها فيتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتندم وتكثر من عمل الصالحات، عسى الله أن يتقبل منها. الله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تاب وآمن، لأن المعاصي خصوصا كبائر الذنوب تخدش الإيمان، بتهد شيء في جدار الإيمان، فلما الإنسان يتوب يرمم ما وهى من بنيان الإيمان، بداوي هذا الجرح، فانتاب وآمن عاد إليه إيمانه بعدما ذهب وعلاه كالظلة أو خدش وجرح ونيل منه، لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعمل صالحا يعني
ليزيد في صفحات حسناته وفي ميزان حسناته حتى يقابل السيئات التي ارتكبها، لأن لكي يقابل هذا الرصيد السيء يحتاج إلى رصيد حسن. فتعمل صالحا إن شاء الله، وعسى الله أن يتوب عليها. الله تعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويقول عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن المرسلة باء ألف ألف تقول: قد سمعت كثيرا خصوصا من فضيلتكم في بعض الحلقات أنه لا يوجد أفضل للمتحابين من الزواج، فما رأي فضيلتكم إذا كان المتحابان في الله رجلا ورجلا أو امرأة وامرأة، العلاقة كيف تكون؟ هناك من سمع بأنه لا يوجد أفضل من الزواج للمتحابين، فقط علاقة الحب في الله مع أنها كانت شريفة بالأشرطة والرسائل والكتب والمجلات الدينية المتبادلة. فنريد توضيح كيف تكون علاقة من تحاب في الله وينتظرون بعد أن من الله عليهم بهذه المحبة أن يكونوا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن تكون خلصة للوجه الكريم. الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: لم يرى لمتحابين مثل النكاح، أي مثل الزواج. هذا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتاة تقدم إليها اثنان، واحد موسر شيخ كبير وشاب معسر، وهي تهوى الزواج من الشاب الفقير دي، ولا تحب الرجل العجوز ولو كان عنده مال، وأهلها عايزين يزوجوها من الرجل صاحب الثروة. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: الفتاة تهوى هذا الشاب وتحبه، وإحنا عايزين نزوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى بالمتحابين مثل الزواج. المتحابين إذا كان رجلا وامرأة، ولا يخطر ببال مسلم إن المتحابين يتزوجان إذا كان رجل ورجل أو امرأة. هذه الحضارة الغربية للأسف التي تزوج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهذا ما يسمى بالشذوذ الجنسي، وهذا الذي عاقب الله عليه قوم لوط وأنزل عليهم بأسه الشديد. أنزل عليهم، جعل قريتهم عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعزيز. لأنهم كان الرجال يأتون الرجال، أتأتون الذكران من العالمين، كما قال لهم سيدنا لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهل نفعل مثل ما فعل هؤلاء اللواط، أن يأتي الرجل الرجل؟ ربنا خلق الرجل والمرأة ليكمل كلاهما الآخر حتى يستمر النوع، يعني يستمر النوع الإنساني. النوع الإنساني لا يستمر إلا تزوج الرجل والرجل يبقى فري النوع، إنما ركب الله في فطرة الرجل الميل إلى المرأة، وفي فطرة المرأة الميل إلى الرجل. ولذلك قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزواج يتم إذا بين المتحابين إذا كان بين رجل وامرأة، إنما لا يخطر ببال المسلم ولا مسلمة إن يحصل زواج بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة. إذا أحب رجل رجل في الله فينبغي أن تظل العلاقة في الله، حب في الله، يتزاوران في الله، يتجاوران في الله، يتبادلان لله، يتجالسان في الله، يعني يفيد بعضهما بعضا لله، يعملان معا لله عز وجل ولإعلاء كلمة الله. هذه هي المحبة في الله، حتى يظلهما الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. إذا أحبت امرأة امرأة تحب في الله، يعني مش يتزوجوا، لا، الزواج ازاي؟ يعني لا يخطر. فالعلاقة في الله تظل، ودليل الحب في الله يعني ايه؟ الحب في الله
يعني انه بيحب الانسان يحب اخاه ليس لمصلحه وليس لشهوه وليس لرغبه، انما يحب في الله لانه مطيع لله، لانه من الاتقياء او من الصالحين او من الدعاء الى الله. انسان يحب بعض العلماء انه يرى انه ده راجل مخلص يعني في دينه، ان يدعو الى الله على بصيره، وانه يبصر الناس بدينهم ويرغبهم في الخير ويحذرهم، يحب لله. او واحد بيجاهد في سبيل الله وبذل نفسه او ماله لله فاحبه من اجل ذلك. ولذلك قال احد السلف يحيى بن معاذ رضي الله عنه ان حقيقه الحب في الله الا يزيد بالبر ولا ينقصه الجفاء. يعني مش اذا زارك اكثر تحبه، واذا بعد عنك وانشغل عنك تكرهه، لا، انت لما تحبه في الله لا يزيد هذا بالبر ولا ينقصه الجفاء. ده حب خالص، لانك بتحبه من اجل الدين مش من اجل الدنيا ولا من اجل الشهوه ولا من اجل الايه الرغبه. فالحب في الله ما لوش علاقه بعمليه الزواج. الزواج الحب اللي قال عنه النبي الحب الطبيعي، ان رجل احب امراه او امراه احبت رجلا، يعني احبت ان ترتبط به، احبت ان يكون لها زوجا، واحب هذه المراه ان تكون له زوج، هنا نقول لم يرى للمتحابين مثل الزواج. حتى مرة سئلت فأنا في الجزائر، يعني سألني بعض الأخوات، كنت ألقي محاضرة في إحدى الجامعات، وبعدين سألتني بعض الأخوات هل يمكن إنه المرأة تحب رجلا لله أو الرجل يحب امرأة لله؟ قلت ممكن، بس لازم الإنسان يحذر إنه يكون ده لله. يعني ممكن أنا أحب امرأة داعية، حد زينب الغزالي التي دخلت السجن ولقيت من الآلام والعذاب في سبيل الله، ممكن أحبها وهي امرأة عجوز أنا لا أشتهيها ولا كذا، أحبها لله. ممكن بعض الفتيات يحببنا رجل الشيخ الشعراوي ولا الشيخ الغزالي ولا الشيخ فلان، أحببناها هذا الرجل لله لأنه من الدعاء إلى الله عز وجل وأنار لهن طريق الإسلام. هذا ممكن ان المرأة تحب رجلا لله، بس الواحد يجب يحذر ان ما يكونش هذا فيه شهوة او رغبة او دنيا وهي تختفي وراء هذا الحب. فالحب اذا كان لله عز وجل هذا من اعظم الاشياء. فما تقوله يعني لهذه الاخت المرسلة به الف الف انه انها تحب احدى الاخوات او كذا لله، تستمر في هذا الحب، واذا كان اصلا ناتج عن طريق الرسائل او الاشرطه او الكتب او المجلات الدينيه او نحو، هذا حب يعني طيب، حبتها اذن من اجل الدين. فنرجو ان يستمر هذا الحب من اجل الدين، وهذا الحب من اجل الدين لا يمكن ان يكون وراءه زواج، لانه لا يتصور ان تتزوج يعني امرأة امرأة ولا أن يتزوج رجل رجلا، إنما هو حب من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل دين الله. وأصحاب هذا الحب يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن أعظم الناس يوم القيامة قوم تحابوا بروح الله عز وجل على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، لهم أقارب ولا فيه مال بيأخذون من أي جهة، إنما أحب بعضهم بعضا لله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن نكون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. أقول قولي هذا أيها الإخوة والأخوات، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.